مشاهدين. تغطيتنا متواصلة عبر قناة خالد بازير الإلكترونية للأحداث الرياضية الثقافية والاجتماعية في مكة المكرمة. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظة أن أستضيف العم بخيت أحد الحاضرين لهذه الليلة وأحد الحاضرين لحفل زفاف الشاب حسام. أستاذ مساك الله بالخير. مساك بالخير. اليوم حفل زفاف الشاب وليد أو الشاب حسام، كلمة توجه له في هذه الليلة؟ أقول الله يوفقه ربنا إن شاء الله ويصلح لهم الجميع، هذا اللي ما أقوله. شكرا لك. أهلا يا السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنعم. عرفنا عليك. محمد الأحمدي. اليوم حفل زفاف الشاب حسام، كلمة ونصيحة توجه له في هذه الليلة؟ والله نقول له بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم على خير، والله يوفقه إن شاء الله بإذن الله ويوفق بينهم بإذن الله. كلمة أو نصيحة توجه للشباب الذين لم يقبلوا على الزواج حتى الآن؟ والله ننصح الشباب بالزواج، وأنه سنة الحياة وشيء وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لابد أنه ما له إلا أن يتزوج. شكرا لك. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ رحمان أمجد الأحمدي. كلمة توجه للعريس؟ والله مبروك. شكرا لك. السلام عليكم. رحمة الله. شو اسمك يا بطل؟ عبد الرحيم أمجد الأحمدي. كلمة توجه للعريس؟ مبروك عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ نادر طلال الأحمدي. كلمة توجه للعريس؟ والله أقول له ألف مبروك وهذا اللي عندي. شكرا لك.